عالم مليء بالكائنات والحيوانات الرائعة التي انبهرنا منها، منها من يمشي على الأرض، ومنها في أعماق البحار، ومنها من يطير في الهواء. وبعض الأحيان نشاهد سرا جديدا من أسرار هذا الكوكب الغريب. في هذا الفيديو سوف نتعرف على مجموعة من أغرب الحيوانات حول العالم التي من المؤكد سوف تصيبك بدهشة وذهولا لا مثيل لهما عند رؤية هذه الحيوانات الغريبة. أنا حمادة، قناه أسرار البراري والبحار. لو أول مرة تشوفني ادعمني باللايك، وما تنساش الاشتراك بالقناة عشان يوصلك كل جديد. في هذا العالم الغريب تعيش بيننا كائنات عديدة لا نعلم شيئا عنها، والطبيعة المدهشة تبوح لنا ببعض الأسرار كل حين وآخر. والآن الطبيعة تكشف أسرارا جديدة كل يوم. دعينا عزيزي المشاهد نلقي نظرة عن بعض هذه الكائنات الغريبة. سنعرض لكم أغرب الكائنات الموجودة على كوكب الأرض، ونبدأ قائمتنا بالسمكة الفقاعية. تعيش هذه الأسماك العجيبة في المياه العميقة قبيل سواحل أستراليا، وهي فريدة من نوعها، حيث جسد السمكة الفقاعية هي عبارة عن كتلة رخوية أقل كثافة من الماء، مما يسمح لها الظهور على سطح البحر بدون سباحة. وشكلها المدهش هو قريب إلى حد ما بالبشر، ولكنها سمكة نادرة الظهور على سطح البحر. ونأتي إلى رقم 2 في قائمتنا اليوم، السمكة الساخرة فينشاكس. قد تظن من خلال الاسم إنها سمكة ودودة ولطيفة، ولكن مهلا، فهذه السمكة هي الأكثر شراسة على الإطلاق. تعيش هذه السمكة الشرسة في الساحل الغربي في أمريكا، تصل طولها إلى 12 بوصة، ولها أقوام بشكل مخيف. وإليك نصيحتي عزيزي المشاهد، إذا ما شاهدت هذه السمكة اهرب فورا. ونأتي إلى رقم 3 في هذه القائمة، النسر الملتحي. هذه الطيور الجميلة تعيش في جبل هارفيس وجبال الهيلمالا، كما تعيش في مناطق الجبلية في أوروبا وأسيا، وتشبه إلى حد ما النسور القديمة، ولكن بسبب صيدها من البشر كالعادة فهي مهددة بالإنقراض برغم قيود في بعض البلاد بعدم صيد هذه الطيور. ونأتي إلى القائمة ورقم 4، إنه دب الشمس. يتواجد دب الشمس في الغابات الاستوائية في جنوب شرق آسيا، ويطلق عليها الدب الكلب بسبب هيئته الصغيرة والشبه بينه وبين الكلاب إلى حد ما. يتراوح طوله ما بين 120 إلى 150 سنتيمتر، وهذا ما يجعله أصغر حجما في عائلة الدببة. يمتلك فروا قصيرا وناعما بسبب عيشته في مناطق منخفضة نسبيا. يغطي جسمه فروا أسود داكن وأسود قريبا من البني، كما إنها أكثر ذكاء بين عائلة الدببة. ونأتي هنا إلى رقم 5 في هذه القائمة، البندا الحمراء. لا يتحدى حجم هذا الحيوان اللطيف من 40 إلى 60 سنتيمترا، إذ إنه أصغر من البندا العملاقة وأكبر قليلا من القطط المنزلية، وهو من الثدييات آكلة الأعشاب، كما إنه يمتلك مخالب طويلة وحادة تساعده في الدفاع عن نفسه من هجمات أي مفترسات عليه. يعيش البندا الحمراء في جبال الهيلمالا وكذلك في جنوب الصين. إنه حقا حيوان لطيف. نأتي هنا إلى رقم 6 في قائمتنا اليوم، حذاء النيل الأبيض أو أبو مركوب. أطلق عليه هذا الاسم بسبب شكله، حيث أن منقاره يشبه الحذاء. اكتشف العلماء هذا الطائر في القرن 19، وهو طائر كبيرا في الحجم، حيث يتراوح طوله ما بين 100 إلى 120 سنتيمتر، ويغطي ريشه كثيف الرمادي. نأتي هنا إلى رقم 7 في قائمتنا اليوم، وهو حريش البحر أو الحوت المرقط. وهو نوع من الحيتان البيضاء يعيش في القطب الشمالي، وبلغ طوله من 2 إلى 3 أمتار. ويتميز الذكور في هذه السمكة العجيبة بعلامة فارقة مميزة عبارة عن ناب أو سن حلزوني طويلا يمتد من فمه.
التي هنا إلى رقم 8 في قائمتنا. الألباكا، تعيش الألباكا في أعلى جبال أمريكا الجنوبية، وهي من فصائل الجمال وتشبه إلى حد كبير الخروف، لكن تتميز برقبة أطول وأكبر حجما من الغنم. حقا فهذا الحيوان مدهش ولا يصدق وجوده، ويا ترى في جنوب بيرو والإكوادور وفي شمال تشيلسي على ارتفاع يتراوح بين 3500 مترا على الجبال، ولا تتربى لحمل الأشياء ولكن من أكل صفوها القوي والنادر. ونأتي هنا إلى رقم 9 في قائمة، سمك الجريس. هي عبارة عن حيوانات بحرية تشبه ثعبان البحر وتنطق المخاط، وهي الحيوانات الوحيدة المعروفة حيث تمتلك جمجمة ولكن لا تمتلك عمود فقري، كما أنها لا تمتلك فكا. وكان تصنيف هذه السمكة مثيرا للجدل بسبب هل هي تنتمي للأسماك الفقرية أو اللافقريات. والتي هنا إلى رقم 10 في قائمتنا اليوم، الأطوام. وهذا كائن العجيب من الثدييات البحرية متوسطة الحجم، وهي مع عائلة بقرة البحر، وتعيش حوالي 70 عاما فأكثر، ويعيش في أعماق البحر دائما، ونادرا ما يظهر فوق سطح البحر. ونأتي إلى رقم 11 في قائمتنا اليوم، الغزلانة المزفرة. هي نوع من الغزلان وتتميز بخصلة من شعرها الأسود على جانبيها ولها أنياب بارزة، وتستخدمها في تخويف أي أعداء تقوم بمهاجمتها. وتعيش هذه الغزلان في نيمار ووسط الصين، وتعتبر هذه الغزلان مهددة بالانقراض بسبب صيدها الكثير من البشر. نأتي إلى رقم 12 في قائمتنا اليوم، فكمة الفيل. يعتبر فكمة الفيل هو الأكبر حجما بين جنسها من عائلة بقرة البحر، ويعيش ما يقارب من 22 عاما أو أكثر. وبالرغم من أنها تتغذى على الأسماك الصغيرة والطحالب، إلا أنها تقوم بشراسة أي سمكة أو كائنات بحرية تقوم بالهجوم عليها. وعلى الرغم من أنها كانت مهددة بالانقراض في القرن 19، إلى أن تحسنت الأرقام منذ ذلك الحين بسبب القيود المفروضة على صيدها من بعض البلدان. نأتي إلى الرقم 13 في قائمتنا، التنين الشائك، والمعروف باسم الشياطين الجبلية. يصل طولها إلى 20 سنتيمتر، وتعيش في الجبال لمدة 15 عاما، وتتغذى على جميع الحشرات الصغيرة. ونأتي إلى رقم 14 في قائمتنا، السلحفة الطويلة الرقبة. تعيش هذه السلاحف العجيبة في جميع أنحاء أستراليا، ورقبتها المدهشة تصل إلى نفس طول حجمها. ونأتي هنا إلى 15 في قائمتنا، حيوان الكسلان. يعيش حيوان الكسلان في أمريكا الجنوبية والوسطى، ويعتبر من الحيوانات آكلة اللحوم، حيث يتغذى على السحالي والفئران وجميع الحشرات وأوراق الشكر، كما إنه يجيد تسلق الأشجار ببراعة والسباحة في المياه بشكل مذهل. وهو على الأرض بطيء جدا ولا يتحرك إلا نادرا، ولكن عند تعرض لأي اعتداء فإن له أسلوبه القوي في الدفاع عن نفسه بمخالبه الحادة للغاية، ولا يستسلم بسهولة. ونأتي هنا إلى رقم 16 في قائمة اليوم، وهي الأخيرة، أرنب الإنجورا. وهو نوع غريب من الأرانب، ويتم تربيته في المنازل أحيانا، ويعيش في تركيا وبعض مناطق أوروبا، ويتميز بشعره الطويل وألوانه المتعددة المدهشة. يربى من أكل الصوف حيث يغطي الصوف جميع أنحاء جسمه. يعد عالم الحيوان من أكثر العوالم تميزا وإثارة، حيث يخفي دائما أسرار غامضة ويبوح لنا كل حين وآخر بسر جديد وبكائنات غاية في الغرابة والدهشة، ويتميز كل منها بخصائص مختلفة عن الآخر. وهنا ينتهي حلقة اليوم عزيزي المشاهد. أتمنى أن تكون حلقة مفيدة وممتعة. من فضلك اترك لنا تعليق برأيك عن حلقة اليوم، ولا تنسى الاشتراك والإعجاب بهذا المقطع للاستمرار في هذا النوع من المحتوى.